حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أذن على بركة الله وتوفيقه يا حبل الكريم أيها المتابعون، متواصلين بانطلاق أشواطنا من هذا الميدان، ميدان السمح. الشكر والتقدير لكل المشاركين عبر ذي الأثار الجميلة. الشوط الثامن يسير بحفظ من الله وتوفيقه، مدشنا هذا الشوط في الأبكار لسن الحجاج. يسير برحلة الشوط، ولكن دعوني أذكر بالتهاني والناموس. تابعنا شواهين قدمت عرض، اشكر عليه برفقه عبد الله بن احمد بن عود الرميذي. شكرا يا ممثل السمحه. ننطلق بالشوط الثامن الذي يسير بخطى جميل الى صداره الشوط. زعفران على المقدمه، يتابع محمد بن مطر بن محمد الرميذي. النقله التاليه الى بلشه الذي واصل عبد الله بن علي بن جمعه الرميثي، بينما سير مباشرة إلى المستوى الثالث. وصلت النايفة الذي قادمة، يتابع عبد الله بن عتيج بن جمعة الرميثي، ولكن مركزنا الرابع هناك الدخول. وصلت الشاهنية عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي. الشعار شواهين الذي تابعته قبل قليل. المركز الخامس عودة إلى حشيمة، مبخوت بن حاكم بن يحيى المنهالي الذي يتواصل إلى المستوى الخامس. أما المركز السادس عطري حامل رقم 14 غادة، يتابع أبو محمد سعيد بن محمد بن خالص العامري. هذه الأسماء التي تتقدم بالنداء، ولكن بقية الأسماء مصور طاهلة وجزيل الشكر. ياخذ جولة جميلة للغاية للأسماء الذي لم تحضر لها النداء. ومن ثم عود بنا إلى ممثل السمحة، عودة إلى شعار أبو خادم الذي كان يرافق أربع نقط مدونة. يسير بخطأ متميز للغاية، النقطة الخامسة على التوالي. إذا شكرا من يرافق الصدارة، من يتولى هناك زعفرانه إلى البداية محمد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن وصل بن كسلة قادم قدوم جميل متميز. هناك أبو عتيج الذي واصل يتقدم أبو محمد إلى المتابعة، عبد الله بن عتيج بن كسلة الرميثي. والمركز الثالث وصل أشعار الرموز، وصل أشعار بن خالص الذي يتقدم سعيد بن محمد بن خالص العامري على المستوى الثالث. والمركز الرابع ارصد لي اشعار عبد الله بن احمد بن عود الرميذي، يرافق الشاهنيه اشعار شواهين الذي تابعته قبل قليل الذي سجلت الابداع الكبير. اعود الى بقيه الاسماء، اعود بنا الى الصداره. اذا الاقتراب الى زاويه الكيل الاخير، روحنا يا ابو خادم. بدينا بالعدو التنازلي، بدينا بالاتجاه الصحيح الى هذه المقصوره الرئيسيه الذي تستضيف هذه الاسماء الجميله. يا سلام عليك، مشكور ابو خادم مشكور. شد الحيل ودير بالك، يتقدم مع زعفرانه الى بدايه الشوط محمد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن هناك اغر صدري المستوى الثاني. وصلت هناك، وصلت النايفة الذي قادمة، يتابع عبد الله بن عتيج بن جمعة الرميثي على المستوى الثاني. والمركز الثالث شوف لشواهين الذي قادمة من موقع على موقع، يتابع عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي على المستوى الثالث. والمركز الرابع، الله 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 الله، شوف لي هذا التسلل، شوف لي هذا المعترك، شوف لي هذا الشعار الذي واصل. بتعرف عليها، هي تحمل الرقم 4، وصل أبو محمد، وصل المزروعي. الله الله، يا هذه اللحظات الخطيرة. أرصد لي غازية، أرصد لي غازية محمد بن بيات بن عيف العان منصوري. الله الله الله، ولكن الأمور بخطر. شوف التسلل، شوف التسلل، شوف الصراع. غازية غازية غازية، روح هناك محمد بن بيات بن عيف بن منيف المنصوري. نعم بن منيف المنصوري، سلام وتحية. مشهور المنصوري، يا يعني من حيث لا نعلم بالأمتار المجرونة. سلام وتحية، سلام. لحظات الوصول إلى خط النهاية، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا ونموس على فوز غازية. التهنئة لمحمد بن بيات
بن منيف المنصوري الذي قدم هذا الشعار المتميز، وبالفعل انها غازيه الذي غزت بانجاز المعتاد سلاله هناك المختبر. المركز الثاني اتصل فيه حمله رقم 4 بقياده حمد بن محمد بن سيف المزروعي، والمركز الثالث كان بقياده هناك مالك زعفران محمد بن مطر الرميثي، والمركز الرابع تهانينا لعايض بن محمد بن مسفر اليامي، والمركز الخامس تهانينا لعبد الله بن احمد العود الرميثي، المركز السادس التهنئة لمالك عبد الله بن عتيق بن كسلة الرميثي. التوقيت 4:38 تهانينا وناموس، شكرا يا بن منيف على هذا الإبداع الجميل والمتميز.